جهاز حماية المستهلك امبارح عمل حملة موسعة لضبط المخالفين ومحتكري السلع الاستراتيجية، وكمان ضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين، ده غير متابعة توافر السلع الأساسية في السوق قبل العيد الأضحى المبارك. خلونا نشوف ازاي في التقرير اللي جاي. مع كل مناسبة أو عيد بيكون في خطة من الدولة لتوافر السلع وبأسعار مناسبة، لكن الأهم من توافر السلع هي ضبط أسعارها ومواجهة التلاعب اللي بيتم في الأسعار الرسمية. طب ده بيحصل إزاي؟ أحب أقول لحضراتكم إن ده بيحصل أصلاً من فترة كبيرة من خلال الحملات المكبرة لجهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين ومحتكري السلع. مش بس كده، ده كمان بيتم ضبط السلع مجهولة المصدر اللي بتضر بصحة وسلامة المواطنين. واحنا في برنامج صباح الخير يا مصر ما بنسيبش حملة إلا وبنكون موجودين فيها عشان تعرفوا المجهود اللي بيتم في ضبط الأسواق، واحنا النهاردة معاكم في حملة جديدة اللي هيتم فيها تعالوا بينا نشوف. انطلقت الحملة بمشاركة عدد من مأمور الضبط القضائي بالجهاز، واستهدفت الحملة المحلات والأسواق التجارية، وتم رصد بعض المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير والبيع بأزيد من السعر المعلن. المخالفات التي يمكن رصدها اليوم، قد تكون هناك سلع منتهية الصلاحية، قد يكون هناك عدم إعلان عن الأسعار، قد يكون هناك بيع سلعة بأعلى من السعر المعلن عنه على المنتج ذاته، قد يكون هناك سلع مجهولة المصدر أو سلع غير مدون عليها البيانات كاملة. في حالة قيام مأمور الضبط القضائي بضبط المخالفة، يقوم بتحرير محضر جمع استدلال يرسل للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال المخالفة. عند تعرض المستهلك لسلوك مضلل أو خادع، عليه القيام بالتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو تقديم شكوى باليد، وسوف يجد ردا سريعا واتخاذ إجراء مناسب حيال هذه المخالفة أو هذا السلوك. الحملة كمان استهدفت المخابز للتأكد من سلامة الدقيق ووزن وسعر بيع الخبز الحر، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الخبز الحر. احنا بنمر على كافة المنشآت التجارية، ومنها طبعاً المخابز زي ما احنا موجودين دلوقتي في مخبز. طبعاً أول ما بندخل المكان بنشوف أوراق المكان وبنشوف فواتير الدقيق، بنتأكد من الأوزان، بنتأكد إن هو معلن عن الأسعار بتاعته، بحيث ان احنا نتاكد ان المكان ملتزم او غير ملتزم. في حاله ان احنا بنلاقي دي بدون فواتير او مجهول مصدر بيتم التحفظ عليه، وفي حاله ان احنا بنلاقي طبعا الاوزان غير مطابقه للاوزان بيتم برضو تحرير محضر، او لو كان المخبز غير معلن عن الاسعار للجمهور طبعا بنحرر المحضر عدم اعلان عن الاسعار. الحملات دي مستمره على مدار الاسبوع في كل انحاء الجمهوريه على مستوى جميع الفروع الاقليميه التابعه للجهاز. الحملة أسفرت عن تحرير 53 محضر للمخالفين تمهيداً لعرض المحاضر على النيابة لاستكمال الإجراءات، وده بيؤكد مجهود الجهاز في ضبط الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بضبط الأسواق والمخالفين واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.